الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. يرحل عنا اليوم المجاهد الرمز لمين بشيشي، وإننا نودع اليوم فيه الرجل المجاهد المحنك والإعلامي المرموق الذي سقلته الأيام والسنون فأضحى للأجيال القدوة والأسوة بجلائل أعماله وبتاريخه الذي سيظل شاهدا على الأمجاد والمآثر والبطولات. يعني من بين عظمائها، يعني بمعنى الكلمة، هذه الكلمة اللي ثقيلة، يعني تنعكس فعلا على هذا الرجل العظيم. كان مجاهدا مناضلا تاريخيا ثوري وزيرا مثقف، كان وفي مخلصا صادق ملتزم. هذا الرجل يعني اللي قدم كل حياته من أجل الجزائر، من أجل التراث، من أجل التاريخ، من أجل الأنشودة، من أجل الثقافة بصفة عامة. نفقده اليوم في هذا الظرف، في هذه يعني الأيام. يعني إحنا نحتفل ب يعني ذكرى 58 لعيد الاستقلال، ومن جرى عنهم من إعادة دفن رفات شهداء المقاومة. اليوم يعني يورى التراث في هذه العشر أيام المباركات. يعني رجل عظيم، رجل من أهل الخير، وأهل الخير جزاهم إلا الجنة إن شاء الله.